لا تظنوا ولا تخطئوا مع الخاطئين أن تعتقدوا أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا، وهذه حقيقة أيضا من تلك الحقائق كثيرة وكثيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم فضلا عن غيرهم. ربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من هؤلاء؟ نعم نعم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب بيان لقوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا من الذين أوتوا الكتاب. إذن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود النصارى بنص هذا القرآن الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أعتقد أن كثيرين منكم يستغربون هذا مع أنه كلام الله، لأننا نعيش في جو ابتعدنا فيه جدا عن العلم الصحيح، وليس هذا فقط بل حل محله ضلال من العلم يظنه الكثيرون علما. وفينا من يقول عن النصارى إخواننا، ولا أستبعد يوما يأتي قريبا أو بعيدا يصبح اليهود إخواننا أيضا، هكذا. ذلك لأن السياسة لا دين لها، ولذلك نحن لا نشتغل بالسياسة وإنما نشتغل بالإسلام وفيه كفاية. فإذا علمتم بنص القرآن السابق أن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإذا هؤلاء الذين يشيعون الجنائز على هذه الصورة بالسيارات إنما أخذوا هذه الضلالة من تلك الأمم التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر. ومن كان كذلك فهو يضع حدودا مادية تبعده عن أن يتذكر الموت، لأنه لا يؤمن بالموت. لا تقولوا يؤمنون، لأن الله قال لا يؤمنون، وسأفصل لكم ولا بد من التفصيل ولو أننا وقفنا قليلا على المتابعة في دراسة هذه الأحاديث، لأن الواقع أننا لا نريد من تدريسنا عليكم هذه الأحاديث أن تكون دراستنا لها معكم على طريقة آخرين منا يقولون صراحة بأنهم إنما يدرسون الحديث للبركة فقط وليس للتفقه وليس للتعلم وليس للتذكر. نحن نقرأ هذه الأحاديث لنتدبرها ونستفيد منها علما وفقها وتذكرة. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم غير المسلمين كما علمتم، هؤلاء يضعون السدود بينهم وبين كل ما يذكرهم بالموت. فأول مثال بين أيديكم الآن صورة تشييعهم للموتى، هذه ظاهرة واضحة. يرهبون أن يحملوا الميت على رؤوسهم، فإن هذا بلا شك يذكرهم بالموت وقد ركب أكتافهم. هل يفعلون؟ عياذا بالله، هكذا يقولون. لذلك ابتدع لهم الشيطان ما يريح بالهم، فأوحى إليهم أن يضعوا الميت في نعش مقفول في السيارة، ثم هم أيضا لا يمشون خلفه وإنما يركبون مراكبهم التي اعتادوها، فكأنما هم في سير معتاد أو في نزهة. هذه ظاهرة مما يدل على أنهم لا يريدون وسائل تذكرهم بالموت. ظاهرة أخرى
إذا مررت أيها المسلم بمقابرهم لم تشعر بأن فيها موتى لكثرة ما يزخرفونها وما يزرعون فيها من أشجار خضرات باسقات. أيضا هذا ما هو المقصود به؟ حجب الأنظار عن أن يروا هذه القبور. وقد استنى جماهير المسلمين سنتهم ولكن على طريقة الشيطان، طريقة خطوة خطوة. فأول ما زين لهم تسوير المقابر تبادر لأذهان بعض الناس أنه هذا لصالح الأموات واحتراما لهم، لماذا؟ لأنه يفعل فيها كذا وكذا وإلى آخره، والكلاب وإلى آخره. كان من قبل الجدار والحائط عبارة عن ما دون قامة الرجل، فأصبح الجدار الآن يساوي قامتين للرجل. ذلك حتى إذا مر وفد أو مر ناس من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر، لا يرون مناظر ولا يشهدون مشاهد تكفهر أو تسود أو تنزعج منها قلوبهم. هذه أيضا ظاهرة بدأت في المسلمين ثم تسربت الخطوة الثانية إليهم، فبدأوا يزرعون أيضا الأشجار في القبور ويعللون ذلك بتعليل طبي، وهو لشان تعقيم الجو وتطهيره من الميكروبات والجراثيم ونحو ذلك من الفلسفة المادية المحضة. هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لذلك فمن سخف المسلمين وجهلهم أنهم يقلدون الذين يفارقونهم في أصل العقيدة. نحن مؤمنون بالله وباليوم الآخر، وهم غير مؤمنون بالله، غير مؤمنين بالله وباليوم الآخر، ومع ذلك فترانا نحتذي حذوهم حذو القذة بالقذة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.